Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. Eden, atamanna an takunu bi khayr antum wa kullum tu'izzun. Eden, marhaban bikum fi qanat Alwah Sigma. Soyez la bienvenue dans notre chaîne Alwah Sigma. Je suis très ravi de partager avec vous mes connaissances en mathématiques. Eden, ana jid farih wa masrur li atqasama ma'akum ma'arifi fi maddat ar-riyadiyat. Eden, bada'na fi hadha al-kitab alladhi huwa panorama en mathématiques deuxième année collégiale. On a donc dans l'exercice 36, on a ce triangle gallique recopié et complété de sorte que la somme des nombres de chaque côté soit égale à 1 sixième. إذن عطاونا مجموعة من الأرقام ناقص 7 على 12 ناقص 1 على ناقص 6. إذن نركزوا معنا غادي نشوفوا كيفاش جاوبنا على التمرين. إذن بتكتبوا نتوما جو ركوبي إي جو كومبليت دو سورت كو لا سوم دي نومبر دو شاك كوتي سوا إيكال 1 سيزيام. غادي نشوف الصفحة 44. إذن عندنا هاد المثلث. إذن قال لك إلا كتبتي واحد الرقم هنا من المجموع ديالهم يكون 1 سيزيام. المجموع ديالهم 1 سيزيام وكذلك في هذا الاتجاه 1 سيزيام. وفي هذا الاتجاه كذلك ان سيزيام، يعني في المجموع ديالهم كامل في جميع الاتجاهات، هكا من الاسفل الى الاعلى المجموع ديالهم ان سيزيام، كذلك هكا من الاعلى الى الاسفل ان سيزيام، وكذلك هنا ثم من اليسار الى اليمين كذلك ان سيزيام، ركزوا معنا، اذا باش يكون عندنا العمليه صحيحه، اذا اش غادي نديروا؟ عندنا عطينا موان زان ان سيغ موان 6، وبغينا نزيدوا عليه هذا، وبغينا نزيدوا عليه واحد الرقم اخر باش يعطينا ان سيزيام، اذا العمليه بتكون بهذه الطريقه، ركزوا معايا مزيان. 1 سيغ موان 6 بلوس واحد ناقص 7 على 12 زائد واحد الرقم هنا اللي درناه في نقطة تيساوي 1 سيزيام. واشنو هي 1 سيزيام؟ هي جوج على 12 باش نرجعو كلشي المقام ديال 12. إذا 1 سيزيام هي جوج على 12، هاي كتبتها هنا جوج على 12. إذا هاديك واحد على ناقص 6 هي ناقص جوج على 12، لأن ضربناها بجوج وقسمناها على جوج تعطينا ناقص جوج على 12 ناقص 7 على 12، هو بغينا نزيدوهم واحد الرقم ويعطينا سميتو. إذا شنو هي ناقص جوج ناقص 7؟ هي ناقص 9، هو ناقص 9 وبغينا نزيدو عليها واحد الرقم وتعطينا سميتو وتعطينا 3 وتعطينا جوج. شنو هو الرقم اللي تنزيدو على ناقص 9 تعطينا ناقص 9 تنزيدو عليه واحد الرقم تعطينا عفوا ناقص جوج ناقص 7 هي ناقص 9، بغينا نزيدو عليها واحد الرقم ويعطينا ناقص 9 بغينا نزيدو عليه واحد الرقم ويعطينا جوج هو 11. إذا بغينا نكتبو هنا 11، هنا إذا خصنا نكتبو هنا 11، ثم إذا إلا كتبنا هنا غادي نكتبو في الأعلى، غادي نجيو لهاد العملية اللي كاينة في الأعلى، بغينا نكتبو 11 سيغ 12، ها هي، إذا هنا لقينا في 11 على 12، غادي نجيو كذلك هنا الجهة الأخرى في الأسفل، واحد الرقم اللي هو 1 سيغ موان زان سيغ 6، ها هو موان زان سيغ 6، بغينا نزيدو عليه واحد الرقم. بنزيدو عليه ناقص 9 على 4 تساوي 2 على 12، ما هاد المرة ما كتبناش مباشرة 1 على 6 لأن 1 على 6 هي 2 على 12، إذا بيعطينا هاد سميتو كي قلنا عطانا قبيلة ناقص 2 على 12 ها هي، وهاد 9 تنضربوها في 3 تتعطينا ناقص 9 في 3 على 12 هي ناقص 2 ناقص 9 في 3 هي ناقص 29، ويزيدو عليه واحد العدد ويعطينا على ويعطينا 2 على 12. شنو هو العدد اللي تنزيدو على 29 بعطينا 2 هي 31، اذا هنا بغينا نكتبو 31، اذا هنا بتكون عندنا 31 سيغ 12. غادي تبقى لينا العمليه الاخرى هذه، هل هذه هنا من 11 على 12 بغينا نزيدو عليها ناقص 9 على 4 باش يعطينا واحد العدد هنا، اذا اشنو هو؟ بغينا نكتبو هنا شوف كي درنا العمليه 11 على 12 نقصنا منها 9 على 4 او زدنا عليها ناقص 9 على 4 تنزيدو عليها واحد العدد ها هو تيعطينا 2 على 12، هاد 11 على 12 كاينة يعني المقام ديالها هو 12، هاد 9 بغينا نحولها 12 تنضربوها في 3 وتنقسمو على 3 تنضربوها في 3 وتنضربو كذلك الديمونيتور في 3 تتعطينا 9 على 3 ونضربها في 3، إذا بتعطينا 9 هادي ضربناها في 3 وهادي ضربناها في 3، وهذا الرقم تا هو بيكون على 12، إذا شناهو العدد اللي هذا خاصنا نديرو تا هو على 12، إذا شناهو العدد اللي تنضربو سميتو بتكون عندنا 11 ناقص ناقص 9 في 3 اللي هي 27 وتعطينا ناقص 16، بغينا نزيدو عليها واحد العدد وعطينا 2، شنو هو العدد اللي تنزيدو على ناقص 16 تعطينا 2 هو 18، إذا هذا الشيء اللي كتبنا هنا، اللي تكتبو نتوما 18 على 12، هو 18 على 12 راه يمكن لنا نختازلوه تيعطينا كي درنا هنا تيعطينا 3، تيعطينا 3 على 2، إذا الأعداد اللي بغيتو تحصلو عليها في الأخير هي 11 سيغ 12. و 31 سيغ 12 و 18 على 12 هي
ثلاثة على جوج. ننتقلوا للتمرين 37. التمرين 37 تيقول لنا ركزوا معايا مزيان. التمرين 37 تيقول لنا تروفي لو نومبر اكس دون شاكان ديكا، اذا مجموعة من المعادلات من الدرجة الأولى. بتكتب انت جو تروف لو نومبر اكس دون شاكان ديكا، عندنا مون 11 سور 9 ملتيبلي بار اكس ايكال ا موان زان، يعني سيت الا عطاتنا الاشياء يعني لينا هذا تعني لينا 11 سور 9 هذا ناقص، سميتو هذا فيه ناقص وهذا فيه ناقص، نحيدو ناقص مع ناقص تبقى لينا 11 سور 9 ملتيبلي بار اكس ايكال 1. اذا هاد اكس ايكال هاد العدد تنضربوه في واحد سميتو، شنو هو العدد تنضربوه في واحد العدد تعطينا واحد، اذا هو المقلوب ديالو هو اكس تساوي 9 على 11، لان 9 الى درنا هنا اكس تساوي 9 على 11 بتعطينا واحد. اون باس مانتونو ا لوبوراسيون سويفونت، هنا اكس ملتيبلي بار 7 سور 5 ايتيغال 5 سور موان 3. اذا اش تنديرو؟ تنديرو اكس تساوي هاد 5 تنضربوها في 5 و 7 تنديرو بحال عندنا ا سور بي تيغال بحال عندنا هاد العملية هكا. ركزو معايا، بحال عندك مثلا x multiplié par a sur b est égal à c sur d. تضرب هذه في هذه وهذه في هذه وتكتبها تساوي x. إذا شنو تنديرو حنا؟ تنكتبو x est égal 5 fois 5 sur 7 fois moins 3 وتتعطينا 5 fois 5 هي 25 و 7 fois moins 3 هي moins 21، تتولي عندنا moins 25 sur 21. x بتكتب انت est égal moins 25 sur 21، ما يمكنناش نختزلوها. تنكتبو كذلك العملية أخرى 37 sur moins 14 multiplié par x est égal à moins 5. إذا غادي نضربو هاد moins 14 fois moins 5 و تنقسمو على 37 كيف قلت لكم في هاد العملية هكا. x multiplié par a sur b est égal à c sur d. تديرو العملية عملية بسيطة جدا، عفوا، تتعطينا x est égal à moins 14 multiplié par moins 5 70 على 37، و تتكتب x est égal à 70 sur 37. العملية الثانية عندنا x sur 3 sur moins 2 est égal à 11. إذا هاد x تساوي هاد العدد اللي كاين هنا مضروب في 11، وشنو هو العدد اللي كاين هنا؟ هو moins 3 sur 2 multiplié par 11 تعطينا 11 ناقص 3 هي ناقص 33 على 2، تكتبو x est égal à moins 3 33 sur 2. نفس العملية كذلك هنا 9 على مقسومة على 3. إذا أش نديرو؟ اشنو هي اكس مقسومة على 3؟ هي 9 على هي 9 على عفوا 9 مقسومة على اكس 9 ديفيزي بار اكس هي 9 سور اكس ايتيغال موان 8. اذا تنضربو هادي في هادي هادي في هادي تنكتبو موان 8 ملتيبلي بار اكس، هادي مضروبة في هادي تساوي هادي في هادي. اذا موان 8 ملتيبلي بار اكس ايتيغال 9 فوا 11، 9 فوا 11 هي 99، وتنكتبو اكس ايتيغال موان 99 سور 8. اون باس مانتونون العملية suivante، l'opération suivante، x divisé par moins 2 sur 6 est égal à 9. إذا شنو هي x sur moins 2؟ هادي بعد أولا 12 على عفوا تيبان ليكمش. إذا هنا x divisé par moins 2 sur 6 هي 9، إذا 12 sur 6 هي 12 وكاين واحد ناقص هنا، تكتبو x divisé par moins 2 est égal à 9. بحال كتبنا اكس مقسومة على جوج تساوي ناقص 9، ولا اكس على ناقص جوج تساوي 9. إذا تنكتبو اكس تساوي ناقص 18، يعني اشنا هو العدد اللي تنقسمو على جوج تيعطينا ناقص 9 هو ناقص 18. اون باس ا ليكزارسيس 38، عطانا واحد العملية فيها ان دومي بلس ان كار بلس ان تخوا بلس ان سيزيام بلس ان سور اكس ايتيغال 96 سور 60. إذا قبل ما نجاوبو هاد العملية تيبان لينا بأنو دارو لنا واحد على جوج، واحد على ثلاثة، واحد على أربعة، غالبا هادي غادي تكون واحد على خمسة، غادي نشوف واش هي نيت فعلا ولا ماشي هي. إذا غادي تكتبو نتوما غادي توحدو لهاد جوج المقام ديالهم، شناهو اللي هو أربعة، وتولي دو سوغ كاتر بلس أن سوغ كاتر، هاد جوج درنا ليهم مقام واحد هو أربعة، وهاد جوج درنا ليهم مقام واحد هو ستة. إذا هادي ضربناها بجوج، وهادي ضرب وهادي التحتاني ضربناها بجوج، تتعطينا دو سوغ سيس بلس أن سوغ سيس بلس أن سوغ إكس إيكال 87 سوغ 60. إذا هاد الجوج اللي هما جوج على أربعة زائد واحد على أربعة تعطينا ثلاثة على أربعة، وهاد الأخرى تعطينا جوج زائد واحد هي ثلاثة على ستة زائد أن سور إكس إيكال 87 سور 60. إذا هادو ملي تيبان لينا هادشي بغيت نرجعو للعملية، غادي كلشي نوحدو لهم مقام هو 60، وغادي نخليوها للأخرانية. إذا هادي غادي نضربوها باش تحول 60، غادي نضربوها في 15 تتولي عندنا 3 فوا 15 سور 4 فوا 15، وهادي غادي نضربوها باش تحول 60 غادي نضربوها في 10 تعطينا 6 فوا 10 وهادي 3 فوا 10. إذا تعطينا في الأخير هاد 3 في 5 16 هي 45 زائد 30 على 60 زائد 1 على 6 إكس تساوي 87 على 60.
إذن تلقاو هاد 45 زائد 30 هي 75 على 60 زائد 1 على إكس تساوي 87 على 60. إذن أش تلاحظوا بأنه هادو تنديرو هاد إكس أو أن سوغ إكس، هادي اللي فيها إكس تنخليو بوحدها، هادي تندوزو هاد الجهة الأخرى تتولي أن سوغ إكس هاد العدد تساوي 87 على 60. هادي درتو بمعادلات من الدرجة الأولى، تتولي أن سوغ إكس تساوي 87 على 60 ناقص هاد العدد حيت دوزناه الجهة الأخرى تولي ناقص 75 على 60. وتنديرو مادام عندهم مقام واحد هو 60 تتولي عندنا 87 على ناقص 75 على 60 تتعطينا 12 على 60، وتنعرفو 60 هي 12 في 5 وتنختزلو ب 12 تنختزلو ب 12 تتعطينا ان سانكيام. داكشي اللي قلت لكم غادي تلقاو فيها بان كانت بغيت تكون 1 على 5 لان مبينه كتبين لينا هما ان دومي 1 على 2 1 على 3 1 على 4. اذا هذه غادي تكون 1 على 5. اذا اكس تساوي لينا لقينا اكس تساوي 5. اون باس مونتونا هاد ليكزيرسيس 39. ليكزيرسيس 39 راه 80 ساهل بزاف، ركزوا معايا مزيان. إذا التمارين تركزوا معايا مزيان، غادي نشوفوا غادي عندنا عطينا ليكزيرسيس 39 جوك بغيت تكتب انت جو كالكول، عندنا اي تيكال 7 سور 5 موان قوس موان بارونتيز موان بلوس موان كذا وكذا. إذا نتوما كاين واحد العملية بزاف، إذا كان عندكم بزاف الأقواس تتحسب شحال من مرة عندك عملية ناقص، ولا تدير عملية درجة بدرجة. غادي نمشيو عملية درجة بدرجة، تنحيدو كل قوس بوحدو. إذا المرة الأولى كتبنا 7 سور 5 موان تنحيدو هاد موان مع هاد ملي تنحيدو هاد القوس تولي عندنا موان موان هي زائدة هي كتبناها، وبقات بقاو لينا هاد ناقص حداه زائد ناقص حداه زائد. إذا تنعاودو ننتقلو للعملية الثانية وتنكتبو 7 سور 5 وبغينا ندخلو هاد زائد مع ناقص بيعطينا ناقص. هاهي ثم بعد ذلك تبقى لينا تنحيدو القوس الأول تتولي عندنا 7 سور 5 موان بلوس موان بلوس هي موان، وتيبقى لينا هاد موان تتولي عندنا 7 سانكيام موان 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 7 سور 5 تتولي لنا هي بلوس، تتولي عندنا في الأخير 7 سانكيام بلوس 7 سور 5 تيكال 14 سور 5. إذا تنكتبو أ تساوي 14 على 5. كاينة عملية أخرى هي تنحسبو شحال عندنا من عملية من ناقص كاين هنا، لما تكون الأقواس كثار تنشوفو شحال من ناقص علينا، كل جوج ديال الناقص يعطينا بلوس، موان مع موان تعطينا بلوس، وهاد موان مع هادا تعطينا موان، وهاد الاخر مع هادا تعطينا بلوس. اذا بيولي كل شيء فيه بلوس. اذا من الاول غادي نكتبو 7 سانكيام بلوس 7 سانكيام، وغادي نشوفو العملية الثانية كذلك. هنا كذلك عندنا بي تيكال موان 11 سور 8 هادي بوحدها ما تنهدروش عليها، تنهدرو على داكشي اللي بغينا ندخل عليه هاد الناقص هادي. اذا غادي نحسبو شحال عندنا من ناقص، هاد موان مع موان الاولانية بتعطينا بلوس، وهاد الثانية مع الثانية الثالثة مع الرابعة بتعطينا بلوس، والخامسة مع الستة بتعطينا بلوس. إذا غنكتبو مباشرة موان 11 موان 111 سور 8 بلوس 111 سور 8، وتتلاحظو هادي ناقص واحد العدد بغينا نزيدوه نفس العدد، إذا تعطينا صفر، تكتبو بيتا تساوي صفر. وهكذا نكون عجبنا عن التمرين، راجعوا التمرين لوحدكم. إن أعجبكم الفيديو انشروه مع زملائكم، ودعمونا بالإعجاب والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.